التشريع لفظة رئيسة تهم كل قانوني. التشريع يعني القانون المكتوب. التشريع هو القواعد العامة المجردة التي تضعه سلطة مختصة ويقوم على تطبيقه وتنفيذه سلطة مختصة. التشريع والتقنين بينهما ترادف، وقد يعني التقنين إحدى عمليات التشريع، وهي عملية تحويل المواد الخام إلى مسودات للقواعد القانونية العامة المجردة لحين مراجعتها وإقرارها ومن ثم إصدارها. التشريع أيضاً هو عملية سن الأحكام المتعلقة بتنظيم سلوكيات وحقوق الأفراد في المجتمع، وقد يكون مصدر هذه التقنينات شرعياً فتسمى أحكاماً شرعية، وإن كان مصدرها وضعياً تسمى بالتشريعات أو التقنينات الوضعية. قد يعد التقنين ناتجاً للتشريع. في دول القضاء الشرعي يسمون التشريعات تقنينات هيبة للنصوص، واعتباراً بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، فيقال مقنن، تقنين، عملية التقنين، مقننون، تقنيات قانونية إلى غير ذلك من الاصطلاحات.